بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق يهدي إلى البر. إلى البر. أنا حينما أصدق في طلب الحقيقة أصل إليها، وحينما أصدق في التوبة ألهم سبلها، وحينما أصدق في العلم أصل إلى ينابيعه. كأن هذا قانون إلهي، كأن هذا من سنن الله الجارية في خلقه. الصدق يهدي، الصدق يهدي إلى البر، وأن المرأة لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يمارس الصدق. وهناك رواية إن الصدق يهدي مطلقا، نعم، يهدي إلى كل شيء. نعم، كيف أن الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ هذا مطلق، والمطلق على إطلاقه، وأحيانا تكون البلاغة في الإطلاق. أنا حينما أصدق في التوبة أهتدي من قبل الله إلى مقوماتها. في عند العوام كلمة يعني لها معنى لطيف، الإنسان حكيم نفسه. أنا حينما تزل قدمي في هذا البيت ينبغي ألا أدخله، حينما أعصي مع هؤلاء الشباب ينبغي ألا أصاحبه، حينما أرتكب خطأ من مطالعة هذا الكتاب ينبغي ألا أطالعه، حينما أحجب عن الله لمخالفة ألممت بها من متابعة هذا البرنامج ينبغي ألا أتابعه. فلا يمكن أن أثبت على التوبة إلا إذا عرفت مصادر الذنب وابتعدت عن أسباب الذنب. الابتعاد عن أسباب الذنب أكبر حصن للمؤمن التائب. عندي شيء آخر هو البديل، يعني لا بد من البديل. أنا حينما تتوق نفسي كما أودع الله في من شهوات لأرقى بها إلى الله عز وجل، تتوق نفسي إلى المرأة أتزوج، تتوق نفسي إلى المال أعمل. فحينما أبتعد عن مظاني المعصية وأهيئ البديل أكون قد حصنت نفسي في هذه التوبة النصوح. النبي عليه الصلاة والسلام في ملمح رائع يقول إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا بد من مفارقة دواعي الذنب، يعني التحليل دقيق جدا في حياة المؤمن. أنا هنا أخطأت بسبب هذا المجلس، بسبب هذه الصداقة، بسبب هذا الحفل، بسبب هذا اللقاء. أنا حينما أكشف أسباب الذنب أبتعد عن أسباب الذنب. البديل أن يكون لي بيئة صالحة من المؤمنين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في نقطة دقيقة جدا، هو أن الإنسان إذا جلس بين أربعة جدران دون أن يرى طعاما ودون أن يسمع به ودون أن يشم رائحته يجوع، لأن الدافع إلى الطعام داخلي، هو الجوع. نعم. داخلي. لذلك شرع لنا أن نأكل ما حرم الله علينا عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن الدافع إلى الجنس ليس من داخل الإنسان، من خارجه. لذلك ليس في ديننا الزنا الاضطراري أبدا، يأتي هذا الدافع من الإسارة الخارجية. فمن غض بصره دخل في حصن حصين، من ابتعد عن مجالس المنكر دخل في حصن حصين، من ابتعد عن رفقاء السوء دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أدب إباحي دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أعمال فنية لا ترضي الله عز وجل دخل في حصن حصين، من صحب الأتقياء دخل في حصن حصين.
فأنا حينما أعرف أسباب الذنب وأبتعد عن أسباب الذنب أكون قد حصنت نفسي. إلا أن الفكرة التالية والتي ألح عليها كثيرا أنه ما من شهوة أو دعا الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا. هؤلاء الشاردون الواهمون يتوهمون أنك إذا تبت إلى الله حرمت من كل شيء، وكأن عدم التوبة فيها بحبوحة وفيها انطلاق وفيها اطلاع على ما في الحياة، هكذا يتصور البعض. أما أنت حينما تتوب إلى الله كل شيء أودعه الله فيك جعل له قناة نظيفة تسري خلالها، فأنت لا تعاني الحرمان إذا كنت تائبا إلى الله عز وجل. فأنا لا يسعني إلا أن أؤكد على البعد عن أسباب الذنب وتوفير البديل الشرعي حتى نكون قد سلكنا في طريق التوبة. ذلك أن المجتمع المسلم ينبغي أن يحصن أفراده من كل معصية عن طريق هذا الأمر الإلهي، وأنكحوا الأيامى منكم. قال علماء الأصول حينما يأتي الأمر بوابي الجمع، أي هذا أمر موجه إلى كل الأمة، فكل مجتمع ينبغي أن تبحث قيادته عن طريق لإحصان الشباب. هذا يعني توفير البيوت، توفير الأعمال، تيسير الأمور، يعني أن نتعاون على إحقاق الحق، أن نتعاون على توفير فرص العمل للشباب، أن نتعاون على تحصينهم، وكل في نطاق مسؤوليته عمله. فهذا أمر موجه إلى الأمة بأكملها، والأمر الموجه إلى الأمة موجه حكما إلى أولي الأمر في الأمة، وأنكحوا الأيامى منكم. هناك تعبير يستخدم الآن، تجفيف. لا بد من أن نجفف مصادر المعصية، لا بد من أن نجفف أسباب المعصية. أنا الذي يحيرني أن العالم الغربي بأكمله حينما يعالج قضية الإيدز مثلا يبحث عن مصول وعن أدوية، ولا يفكر أحدهم لثانية واحدة أن البعد عن المعصية والزنا والشذوذ أكبر حجاب بين الإنسان وبين هذه الأمراض. يعالجون النتائج، نعم، ولا يعالجون يعني الأسباب. كأن مدينة، نعم، فيها مياه ملوثة، وهناك أمراض لا تعد ولا تحصى، فكل هم القائمين على هذه المدينة أن يأتوا بالأطباء والمستشفيات والأجهزة، ويغيب عنهم أن هذه المياه الملوثة لو منعوها لانتهى الأمر. فتجفيف مصادر المعصية أهون بكثير من معالجة العصاة بعد أن يرتكبوا المعصية. شيء يحير في هذه المجتمعات، كل دواعي المعصية في أبهى حللها، في أبهى نشاطاتها، ونقول للشباب يجب أن تتوبوا. إذن لا بد من أن يقوم المجتمع بأكمله على حفظ أخلاق الشباب وعلى تيسير الزواج. يعني أمة لا يستطيع الشاب يتزوج فيها إلا بعد الثلاثين، بعد الخامسة والثلاثين، هذه أمة ينبغي أن تعاني ما تعاني. إذن لنعطي مثالا آخر غير الزواج، فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، البعض يقع بمعصية التعامل مع المصارف الربوية، نعم، أين البديل؟ فالبديل تقول لي المصارف الإسلامية، وهل من يضمن لي أنها تتعاطى وتجري، نعم، عقودا، نعم، مطابقة للشريعة الإسلامية وهكذا دواليك؟ ولكن هناك أمور كثيرة مستجدة هي من الشبهات يحوم حولها المرء، يقع فيها ويقع في معصيتها أم لا؟ أنت وضعت يدك على الجرح. الحقيقة هناك مشكلتان كبيرتان يعاني منهما الإنسان اليوم، قضية الجنس وقضية المال. يعني كسب المال أكبر مشكلة يعاني منها الشباب اليوم، ثم الجنس. الجنس ذكرت قبل قليل وسائل الاحتياط من الوقوع في معاصي الجنس. أما المال لا بد من توفير الأعمال للشباب. حينما قال سيدنا عمر لأحد ولاته، ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك.
قال له يا هذا إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك في المعصية. كلام حكيم. شيء يلفت النظر، ما من معصية في القرآن الكريم توعد الله عليها مرتكبيها بالحرب إلا أكل الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ألا يلفت النظر؟ الله يحارب آكل الربا، ذلك لأن المال إذا ولد المال تجمع المال في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة، عندئذ ينتشر الفسق والمجون وبيوت الدعارة والسرقة والاحتيال والغش وما إلى ذلك. ماذا نفعل؟ ينبغي أن تلد الأعمال المال لا أن يلد المال المال. فنحن أمام طريقين، إما أن نكسب المال من عمل وإما أن نكسب المال من ربا. كسب المال من عمل يوفر فرص عمل للشباب، افتح محلا تجاريا، أنت تحتاج إلى موظف وإلى مراسل وإلى من يصلح لك مركبتك وإلى من تستأجر منه المستودع، شئت أم أبيت أي عمل ستستخدم آخرين، ستستخدم آخرين. لذلك الدخل من الأعمال موزع بين الناس، أما الدخل من الربا يأخذه صاحبه وحده. وكأن مشيئة الله أرادت أن يكون المال متداولا بين الناس، كما أننا نشجع الشباب على الزواج عن طريق تسهيل أسبابه وتأمين البيوت وتأمين الأساس، يجب أن نشجع على استثمار المال من خلال الأعمال لا من خلال الربا. إذا نحن حينما نحصن شبابنا من الزنا ونحصن شبابنا من الحاجة والفقر نكون قد قدمنا أسباب التوبة.